صباح الخير، كيفكم يا شباب؟ عندنا المحرك فورد ترينسات 2.2 ديزل، راكب له المسمنات والجزير الصفر. هلا مبدئيا اول شغله بنعملها بنوفل الكرنك، طريقه قفل من عند حساس الكرنك. رح نوفل الكرنك بعدين نوفل ميرل السنتريك ونركب. خلينا نبلش باول خطوه. هلا اول خطوه رح نوفل الجراند. ليك يا شباب، بنجيب ميلة عادي وسط، هون مكان القفل شايفين له شحرة، يعني القفل ما بركب هون ولا يعني ما بركب هون ولا بركب هون، بركب هون بالنص، هون مكانه محل القفل مبين له شحرة، مو مثل هون ولا مثل هون، ما بيشبهوا بعضهم شايفين. هي قفل، لكن لازم اول شيء ندورها نجيبها لهون على حساس الجراند، نجيبها هون متساوي وبننزل نوفل. تمام، شوف هون، ندور الجراند، ندور تمام، نجيب الوصلة نحطها هون كده كمان شوي، خليها هيك تمام. هلا هيك قفل معنا الجراند، شايفين وصل صغيرة. تمام، هلا صار دور نقفل الميال السنتري، رح نقفلهم مع بعض. طبعا طريقة القفل الميال السنتري سهلة كثير، نجيب برغيين 6 ميلي، برغيين 6 ميلي، نرجع شوي لورا، لاحظوا معي شلون، ارجع لورا هيك، يجي مقابيل الخطب شايفين. هلا هيك قفلنا، تمام شباب، نرجع هي كمان شوي لورا مقابيل الثقب، نوفله كمان برغستيني. قفلنا هالطرف، لازم نوفل هون كمان، نحط مفتاح هيك صغير، نرجع شوي لورا عشان الثقب هيك شايفين، نحط البرغستيني. تمام شباب، نحطها هيك هلا بعد ما قفلنا 200 سنتريك وقفلنا الجراند، لازم نركب الجنزير والمسمنات. طبعا هلا بعد ما قفلنا نركب الجنزير، الجنزير هون في له إشارة، تمام، نحطها هون هيك، تمام شوف، نرجع نحطها هيك، تمام، بلقطوا البراغي طلقيت ما بيشدون، نطلع هيك لفوق مشان ما يعذبنا. تمام شباب، نركب هيك كمان، تمام، نركب هون، هدول بنشدهم بالاخير، وهي الاشارة هون مزبوطة، ونجيب التاني مسمن الثاني كمان، نحط إشارة على إشارة، وين إشارتي هاد هون، نكتبها هيك، تمام شباب، كمان نركب البراغي بلاقطهم تلقيط، نشدهم بعدين بالأخير، خلي يبين الكاميرا. نفس الشيء مركب الإشارة هون كمان، مركب برغي الثالث. أنا مثل ما قلت لكم قفل 100 سنتريك براغي 60 ميلي، هلا هيك تمام، بنزله من تحت على الجراند. تمام، هلا مركب السنادات، مركب سنادات الجنزير عشان يكون أمورنا تمام. طبعا هلا مركب سنادة لهالطرف هيك، نركب السنادة هون، نجيب براغي، هاي واحدة هون، تاني هون، خليني اشدهم. هلا بنشد البراغي هدول شدة بسيطة بس، تمام، هدول بنتركهم آخر شي.
مثل العادة نتركن آخر شيء مش الدم. هلا مركب سنادي هذا الطرف، تمام يا شباب؟ هلا مركب سنادي لهذا الطرف، طبعا ركب السنادي هون هيك مشان نركب الدفاش. بدها شدة طبيعية، ما بدها كثير، تمام. هلا مركب دفاش الجنزير، كمان بنشدهم بالساعة، بنشدهم بالساعة، هنا نشدهم. تمام. هلا نحن مثل ما قلنا هذول بنشدهم آخر شيء. هلا بعد ما بنسحب العيارة بنشد هذول، تمام، وبنفك البريسة، تمام. هلا بعد الحكي بنشد المسننات، تمام شباب، بنشدهم كلهم شدة نظامية. هلا مثل ما حكينا بالأخير بنشد 13، تمام. هلا بعد ما شدينا كل شيء بنفك البريسات وبندور دوره دورتين وثلاثه بنرجع بنركب. اذا ركب كل شيء معنا نظامي معناته شغلنا صح. ماشي شباب، خلينا نفك البريسات. واحد، وهي الثاني بنفك تبع الجرانك، نسحب البريسة تبع الجرانك كمان هيك. هلا بندور دورة دورتين ثلاثة معلش وبرجع مركب البريسات. لازم يجي كل شيء مكانه نظامي 100%. خلينا نجرب ندور. ندور هيك كمان شوي، تمام. نرجع نركب البراغي، واحد هون الثاني هون، تمام. نشوف تبع الجرانك، تبع الجرانك نعمل هيك، ركب معنا نظامي، شايفين؟ ركب معنا نظام، طلع لي من هون هيك اجا 100%، تمام شباب. هلا هيك شغلنا نظامي بكون لهون. نحن خلصنا الفيديو وشغلنا تمام. الله يعطيكم العافيه، اتمنى منكم تعملوا مشاركه لايك ومتابعه وتعليق حلو. والله يعطيكم العافيه يا شباب.